بالنسبة للمغرب لاحظنا ونلاحظها لحد الآن ظاهرة غريبة جدا، يعني أن مشروع الإصلاح يأتي ويضع مقترحا وخطة للجديد دون مراعاة السياق ودون مراعاة خصوصيات ودون مراعاة ما يتم في نفس المجال تقريبا، بحيث احنا كنعرفوا على انه في اواسط الستينات في بلادنا وربما حتى قبل ذلك يعني في اوائل عهدنا بالاستقلال كان هناك حركة مهمة جدا في التعاون الوطني، وظهر بعد ذلك التعاون المدرسي والتعاونيات المدرسية، وتطور هذا التعاون وهذه التعاونيات اللي هي في الحقيقة كتعبر على جوانب مهمة من الشخصية المغربية اللي كتعرف وكانت كتعرف دائما بالتضامن والتآزر والتعاون ومساعدة القوي للضعيف والغني للفقير إلى آخره، ومعروف في البادية تويزا مثلا وأشياء مهمة كثيرة ظهرت أو تم إحداث ربما في 67 ما سيعرف بجمعية التعاون المدرسي، يعني الإرهاصات الأولى لجمعية التعاون المدرسي، والتي ما زالت هذه الجمعية تشتغل وكان مقرها أحدث مقرا لها في الرباط في المركز، وانتشرت فروعها في جميع الأقاليم. هذه الجمعية نشطت وربما ما زالت تنشط في مجالات مهمة جدا مكملة وداعمة للعمل التربوي والتعليمي، للعمل الديداكسيكي للتدريس مثلا الخرجات، رحلات، زيارات بعض المؤسسات الثقافية، بعض المؤسسات الاقتصادية، المتاحف إلى آخره، فضلا عن أنشطة الرياضة، فضلا عن أنشطة الرسم والإنتاج هذا، على الأنشطة الفلاحية في القرى إلى آخره. في بعض الأحيان أنشطة مديرة للربح وإن كان في مجال محدد ومحصور. إذن هذه الجمعيات، جمعية التعاون المدرسي والتي ما زالت تشتغل لحد الآن، لاحظنا أن فكرة مشروع المؤسسة جاء ولا يعير أي أهمية لهذه الجمعيات كما لو كانت غير موجودة. هنا المشكل في الحقيقة، بدلا أن يكون هذه المشاريع التجديد تدخل في السياق وتستجيب لأولويات وحاجيات، وبدلا من أن يكون هناك نقد وتقويم لمثل هذه التجارب وتطوير وتراكم حتى على مستوى التعليم الثانوي، لكن حقيقة على مستوى التعليم الابتدائي نشطة التعاونيات المدرسية، على مستوى التعليم الثانوي كاين هناك نشاط مهم كنسميوه بالأنشطة الموازية. من منا لم يعرف ولا يعرف هذه الأنشطة الموازية التي تخصص لها أوقات ويخصص لها أطر من داخل المؤسسة، وكيكون هناك نشاط. في بعض الأحيان هذا النشاط يرتبط ببعض المناسبات الوطنية أو بعض الأعياد إلى آخره، كإنتاج أغاني، كإنتاج أناشيد، كعرض مسرحيات، كعرض مسابقات في الثقافة وفي الشعر، كعرض لوحات، أو كإنتاج ما يعرف ب هذه صحيفة الحائط أو مجلة الحائطية، فأشياء مهمة تنتج حقيقة لا على المستوى الابتدائي ولا على المستوى الثانوي، ولكن لا المذكرة 73 ولا المذكرة 27 ولا ما رافقهما، ولا حتى في اللحظة في المحطات الثانية اللي غادي نذكرهم دابا باختصار لم يتم ولا الإشارة إلى هذا.
هذا من 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 المشاكل المهمة والتي تعوق في الحقيقة تنزيل العديد من الإصلاحات. المحطة الثانية هي أنه لا الميثاق الوطني للتربية والتكوين ولا البرنامج الاستعجالي جاء في إطار هذا الميثاق وفي إطار البرنامج الاستعجالي إقرار خطة متكاملة مهمة ابتداء من سنة 2011 حيث وضعت عدة كاملة لمشروع المؤسسة. وهذه العدة أنا في نظري تشكل أهمية خاصة من حيث طريقة الإعداد ديالها، يعني تم إعدادها بشكل دقيق جدا وفيها وثائق مهمة. الوثيقة الأولى مثلا هي التي تحدد الإطار العام لمشروع المؤسسة وإجراءات تنفيذه وخطوات تنفيذه وكيف يتشكل الفريق بدءا من تشكل الفريق وانتهاءا من تطبيق المشروع ومرورا ب كل الخطوات التي يقتضيها مشروع المؤسسة. هناك وثائق كما قلت، وكان هنا أول مرة تطبيق تقنية الدسير، يعني دياغنوستيك كور أبليك، التشخيص السريع أو القصير المطبق. كان أول مرة تطبقت هذه الديسير كمنهجية أو خطة أو طريقة، أنا كنقول تقنية على أي حال، ما كاين شي فرق كبير بين هذه المصطلحات، لتنزيل مشروع المؤسسة. وكيمكن لكم تدخلوا دابا الموقع وزارة التربية الوطنية وغيرها من المواقع ديال المهتمة بشؤون التربية والتعليم والتكوين إلى آخره، وستجدون هذه الوثائق متوفرة. احنا على أي حال في هذه الحلقات، في هذه المحاضرات، سنستفيد كثيرا من هذه الوثائق وسنعرضها شيئا فشيئا ونحن نتقدم في الحديث عن طريقة أو طرق إنزال مشروع المؤسسة في المدارس. هذه المحطة الثانية. المحطة الثالثة هي المذكرة التي سبق أن تحدثنا عنها في الحلقة الأولى، وهي المذكرة 159، وهو مذكرة مهمة جدا. وهذه المذكرة تدخل في إطار ما سمي بأجراءات لوبيراسيوناليزاسيون ديال مشروع المؤسسة، أجراءات مشروع المؤسسة. أنا أتساءل أيضا كما تساءلت بالنسبة للمذكرة 73 و27، أن هذه يعني كملاحظة أن هذه المذكرة هي أيضا ارتبطت بجهة معينة، يعني جاءت في إطار ما يسمى بالباجس، وأنتم تعرفون هذا البرنامج مهم جدا وكيهم أساسا التدبير الإداري التربوي للمؤسسات. وهذا البرنامج جاء بتمويل من كندا، من الوكالة الكندية للتعاون، وعطت مقادير مهمة جدا. هذه جهة محترمة كبقية الجهات التي يتعامل مع المغرب. فقط جاءت هذه المذكرة 159 في إطار هذا الباجيزم، تتويج لهذا الباجيزم، فوضع هذا المشروع، مشروع المؤسسة، كنشاط مهم داخل تطوير الحكامة وتطوير التدبير الإداري والتربوي للمؤسسات. فبنت في إطار هذا الباجيز بنت تقنية أخرى اللي هي الإبار.
لهذه التقنية أو هذه المنهجية لتنزيل والتخطيط الاستراتيجي لمشاريع في المدارس. طب الحال هنا لن أتوقف كثيرا، على أي حال أنا أشرت إلى هذا بأنه كثيرة هي الإصلاحات والتجديدات إلى آخره التي تأتي في إطار اتفاقية التعاون، لا بأس في ذلك، ولكن كيبقى دائما السؤال مطروح، هل هذه التجديدات هي نابعة من السياق؟ هل تستجيب للرغبات وللاحتياجات وللأولويات؟ وما مدى تتبعها؟ كل هذه المحطات أعطتنا خلاصات يمكننا أن نذكرها الآن بسرعة، حيث يطلب من المؤسسات إنجاز مشاريع متعددة المجالات والأطراف لتحسين جودة التعليم. وهنا كنذكركم بما سبق أن ذكرناه فيما يتعلق بتعريف مشروع المؤسسة، رفع وتحسين جودة التعليم. تقرر إذن ورسميا العمل بمشروع المؤسسة الذي ينظم مجهودات كل الفاعلين التربويين من أجل البحث عن فعالية أحسن للمنظومة التعليمية